محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. استاذ محمد مساء الخير. حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، ويعني عايز اعرف كان رد فعل حضراتكم ايه يعني حول البيان اللي حضراتكم اصدرتوه اللي بيؤكد ان 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 الدولة بتساعد وتساهم وبتخلق المناخ وبتوفر المناخ الصحي للاستثمارات الاجنبيه خاصه فيما يخص الرياضه وفيما يخص كره القدم يا فندم. شوف يا كابتن ميدو، خلينا متفقين ان التوجه الوزاره دلوقتي بقى لنا تقريبا 4 سنين من طوال الدكتور اشرف صبحي، احنا عندنا توجه كده في الوزاره بجذب الاستثمارات سواء المحليه او العربيه او الاجنبيه. حققنا من ده عوائد بالفعل تجاوزت 28 مليار جنيه خلال 3-4 سنين بس. وبالتالي نادي بيراميدز بما يمثله من رقم في الاستثمارات اللي بيعملها في مصر سواء بقى في مجال الكوره او في اي مجال رياضي تاني، احنا حريصين ان هو يفضل مستمر. وبالتالي كان بالامس لما صدر البيان من نادي بيراميدز كان الدكتور اشرف صبحي متواجد في الاقصر لعده افتتاحات ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه، ومع ذلك تواصل مع مسؤولي نادي بيراميدز وحرص ان هو يرتب من هناك اجتماع مع المسؤولين. احنا في شق فني خاص بالموضوع وده مرتبط برابطه الانديه ودور رابطه الانديه فيما يتعلق بحل المشكلات الخاصه بالتحكيم بالمسابقه بالدوري بكذا، احنا ما لناش علاقه بالجانب الفني مطلقا الخاص بمسابقه الدوري، لكن احنا حريصين جدا ان يكون الجزء الخاص بالاستثمارات بتاعت نادي بيراميدز وهذه التجربه الاستثماريه الرياضيه الرائده الموجوده في مصر تستمر. بالعكس حريصين ان يكون في تجربه ثانيه وثالثه ورابعه وهكذا. حضرتك عارف واكثر مننا التجارب دي موجوده ازاي في الدوريات الاوروبيه وموجوده في كل الدوريات الرياضيه العالميه. احنا عندنا تجربه موجوده في مصر تجربه نادي بيراميدز بتمثل رقم كبير جدا ومحترم ومعتبر جدا في مجال الاستثمارات، احنا كوزاره هنبقى حريصين ان ده يستمر. بعيدا عن منهجيه او اداء منظومه كره القدم في مصر اللي هي بالفعل بتسير دلوقتي في اطار يعني مش قادر اقول لحضرتك ان هو افضل شيء لكنه منضبط الى حد كبير جدا، ان في مجلس اداره لل 18 نادي لمسابقه الدوري الممتاز بتديرهم وبتقودهم وبتنظم الموضوع المسابقه رابطه الانديه المحترفه، وهي ان شاء الله تكون قادره على حل المشاكل الخاصه ببيراميدز او بباقي الانديه. وفي جزء ثاني خاص بالاتحاد المصري لكره القدم بتطوير الكوره والمنتخبات المصريه. هذه المنهجيه موجوده ومسؤوله عن الجانب الفني الخاص بالكوره، لكن احنا كوزاره حريصين جدا ان يفضل الجزء الخاص بالاستثمارات الرياضيه وخاصه في مجال كره القدم مستمره ويتم تكثيفها الفتره اللي جايه. طب حضرتك يا فندم استاذ محمد معلش انا اسف بدون اقطع كلامك، يعني هل يعني كان في محاوله تواصل ما بين الدكتور اشرف صبحي وما بين المسؤولين في النادي مسؤولين نادي بيراميدز يعني لمحاوله ترتيب مقابله او اجتماع يكون يعني الهدف منه توضيح الامور؟ لان يعني انا شايف ان الاجتماع ده توقيته دلوقتي مهم جدا. ده حصل يا كابتن ميدو، ده حصل بالفعل. انا بقول لحضرتك لما الوزير كان متواجد في الاقصر ساعه صدور البيان بالظبط في اثناء الافتتاحات وصدر البيان من نادي بيراميدز، الوزير تواصل مع مسؤولين عن اداره الملف الرياضي في الوزاره وطلب منهم ان هم يرتبوا اجتماع فوري في اول الاسبوع ده، ممكن يكون بكره او بعده بالكثير، مع المسؤولين عن نادي بيراميدز. مش هنتطرق فيه مطلقا لاي ما يتعلق بالجوانب الفنيه او المشكلات اللي اثارها البيان بتاع نادي بيراميدز، لكن هنتكلم فيه والوزير هيتكلم فيه عن استمرار الاستثمارات الخاصه بنادي بيراميدز وغيره من الاستثمارات اللي موجوده، وازاي احنا بنهيئ المناخ وبنحاول نحل اي مشكله تعتري طريق اي مستثمر موجود في مصر. مش بنتكلم عشان ده خاص بالازمه الاقتصاديه الموجوده حاليا، لكن ده توجه زي ما قلت لحضرتك في البدايه خاص بدا من 4 سنين ان احنا الرياضه في مصر اصبحت لها اقتصاديات واصبح في رقم كبير جدا، اصبح في رقم الوزاره حققته بالفعل خلال 3 سنين و4 شهور تحديدا من ساعه مشروعات الطرح الاستثماري ما اتعملت من خلال المستثمرين اللي زي بيراميدز وغيره، تجاوز 28 مليار جنيه. ده في المجال الرياضي فقط. وبالتالي احنا الوزاره هتكون حريصه جدا ان يستمر نادي بيراميدز باستثماراته الموجوده في مصر. هنا مش بنعتري ولا نتدخل في المشكله اللي اثرها نادي بيراميدز فيما يتعلق بالتحكيم او المسابقه او المباريات او كذا اطلاقا. دي امور فنيه وارد جدا انها تحصل في اي دوري المصري او في اي دوريات وبتحل من خلال المسؤولين عن الجانب الفني. لكن بنتكلم هنا عن مستثمر موجود في مصر، تجربه استثماريه رائده موجوده في مصر، حريصين انها تستمر وان احنا نكررها في مجالات اخرى. مش بس في كره القدم، في كل اللعبات. بس انا بس عندي ملاحظه يا استاذ محمد، يا ريت سيادتك تنقلها لسياده الوزير. استاذ محمد اتفضل يا كابتن. اقول لحضرتك انا النهارده عايز يتحط شروط، الشروط دي تبقى شروط لأي مستثمر عايز يستثمر في كرة القدم
فيما يتعلق ان انت تحصل على رخصه المشاركه في الدوري الممتاز. ازاي؟ انت النهارده المستثمر الاجنبي يا فندم اللي جاي لي بيصرف ملايين، ما ينفعش الملايين دي تبقى بتتصرف على عقود لعيبه بس ولا مرتبات مدربين، لازم تلزمه ان هو يبقى عنده بنيه تحتيه. مش بتكلم هنا النهارده على نادي بيراميدز، بتكلم على كل الانديه، يوفر لي، يحاول ان هو يعمل تريننج جراوند مثلا، ملاعب تدريب، ان هو يكون في شروط معينه، ان هو يطور قواعد الناشئين وقاعده الناشئين في مصر، ان يبقى في حاجات شروط معينه نقدر ان احنا نستفيد من الاستثمار الاجنبي ده، ما بقاش موجه لعقود اللعيبه والمدربين فقط. كلامك مظبوط يا كابتن ميدو، بشكل ما اقدرش اختلف مع حضرتك تماما، ولكن هزود على كلام حضرتك حاجه، بضيف بس حاجه بسيطه جدا. في بداية انك تعمل جذب للعملية الاستثمارية في مصر، انت الاول خطوة انت بتعملها انت بتهيئ المناخ، ان انا عندي مناخ رياضي سواء بقى في الكورة في اي لعبة في اي مجال رياضي جاذب للاستثمارات سواء المحلية او العربية او الاجنبية. تدخل بعد كده في مرحلة تانية هي اعادة خصخصة هذا الاستثمار وكيفية تعظيم الاستفادة منه. ده حصل في مجالات تانية بالمناسبة، يعني لما اقول لحضرتك ان كل لاعبي مصر دلوقتي اللي هم الواعدين اللي ممكن يجيبوا ميداليات في دورات أولمبية او غيره عندهم رعايات خاصة من خلال رجال أعمال أو شركات أو مؤسسات مالية، هذا الأمر تم بالفعل. في مجال كرة القدم التجربة الخاصة بنادي بيراميدز هي تجربة ما أقدرش أقول إنها تجربة حديثة قوي ولا تجربة قديمة برضو، إنها مثلا تجربة متعمقة يعني ومتجذرة في الدوري المصري. هي في النهاية هي تجربة يعني بقالها كام سنة بس موجودة في الدوري المصري، ليس هناك غبار عليها بقدر ما هو اللي حضرتك أثرته النقطة اللي لازم نشتغل عليها فعلا، إن يعيد إعادة صياغة كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات. صحيح. ده بيتم بالفعل، لكن على الاقل انت في الوقت الحاضر انت لازم تبقى حريص على استمرار هذه الاستثمارات. صحيح. ليه يا كابتن ميدو كمان؟ لان في حاله ان في حال وده ان شاء الله مش هيحصل ولا حاجه، انسحاب اي مستثمر او ان البيئه المصريه مش مناسبه للاستثمار، ده بيوصل رساله خاطئه، بيوصل رساله غلط على مصر. ده الله ينور على حضرتك. صحيح. ده رساله مش مظبوطه خالص على الدوله المصريه. انا عارف الاستاذ سالم الشمسي كويس، وعارف ان هو راجل محب لمصر، والإخوة في الإمارات كلهم محبين لمصر، وأنا متأكد إن بعد الاجتماع ما بين مسؤولي بيراميدز وما بين سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، في وجود طبعا سيادة النائب الأستاذ أحمد دياب رئيس الرابطة، أنا بقول لك إن الراجل يعني عمره أبدا ما هيفكر إن هو يسحب استثماراته من مصر. إن شاء الله بتمنى لكم التوفيق يا أستاذ محمد، بتمنى لكم وبشكرك شكرا جزيلا على الإيضاح. الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. عايز أقول لكم يا جماعة إن مصر بتمتلك وزير رياضة محترم، وأنا بقول لكم الكلام ده، أنا راجل أنا عارف الشغل اللي بيعمله، الراجل عايش حياته كلها لخدمة الأندية ولخدمة الاتحادات ولحل المشاكل، وما أدراكم ما المشاكل اللي موجودة. في حاجات كتيرة جدا لازم نشتغل عليها يا جماعة، احنا والمسؤولين وكل الناس كلنا علينا مسؤوليه. لو الكره في البلد دي بالذات فضلت كده واحنا عشنا كده ومتنا، الاجيال اللي بعديها هتيجي هتقول لك الناس دي كانوا ناس تعبانه، ازاي سابوا الامور وصلت لكده.